شغال. خلي بالك لما بتيجي المحل بيهوى. ليه بقى؟ وش وحش عليك ولا ايه؟ مش القصد يا باشا، بس انت وشك بطاقة، الناس بتقلق تشتري وانت موجود. اشتري انا، هاتيلي زبدة الكاكاو. وبعدين يا ست بناقص حد يشتري منك الشوية اللي احنا قاعدين مع بعض. انت ما عندكش كلية النهاردة؟ خلاص الامتحانات قربت وانا عندي اجازة. ارتحتي؟ طب اشرب الشاي لحسن يبرد. انا والله ما عارف ايه الجواز اللي مع قف التنفيذ ده. احنا مش اتجوزنا عرفي؟ ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلم فيها انا وانت. ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحارة دي. وانا ما رفضتش، بس الجواز عرفي في الضلمة يعني، وانا ما عنديش حاجة اخبيها. من الاخر كده انت اللي مستعر مننا. الله، ايه الكلام ده يا منى؟ خلاص يبقى في وسط الحارة وقول انا عايز اتجوز منى بنت زيزو. انت عارف اللي انا ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. امال هتعملها امتى؟ لما تركب الدبورة. امال وافقتي نكتب عرف ليه؟ برد لك جمايل. انت بتستعبطي؟ في واحدة بتتجوز واحدة عشان ترد له جمايله؟ ده انا بقول عليك بنت مفتاح. وانا ما اتأخرتش، ده يبقى يوم المنى لما تطلب تتجوزها. بس حتى كتب القانون اللي انت عمال تذاكرها دي بتقولك ان الجواز اشهار. ده كنت بتضحكي عليا، بتنيمين يا صلاح. افهمني صلاح باشا يا منى. يا سلام، اتعفرت دلوقتي عليا لما قلت لك يا صلاح؟ يا اخويا ده انت اللي قعدت تتحايل عليا اقول لك صلاح حاف. من الاخر كده في فرق بيننا، يا اما انت تنزل لي يا اما انا اطلع لك. وانا مش هينفع اطلع، يبقى انت اللي تنزل. براحتك يا منى. على فين يا باشا؟ في ايه يا بنتي؟ حصل ايه؟ عايز كل حاجه ببلاش. هيرجع هيروح فين يعني؟ ايه مالك يا جميل؟ هتعملي لي فيها عيانه ولا ايه؟ لا بترد على تليفونات ولا بتروح القهوه، ايه في ايه؟ ماي وحشاني قوي، حاسه كاني بنتي راحت مني، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا حاولت اكلم الراجل اللي تبناها ده، مش مديني فرصه افهمه اي حاجه ولا طايق اي حد يشوف ماي. هو عنده حق. عنده حق؟ ده راجل ما بيحسش ولا عنده أي نوع من أنواع المشاعر. إزاي يحرمها مني وهو عارف إنها محتاجاني؟ جرى يا ليلى، إحنا هنحاسبه على أحاسيسه ومشاعره ولا إيه؟ بعدين خدي بالك، ده قال لي كلام يحرجني جدا. قال لك إيه؟ قال لي ما كانت قدامها من 9 سنين، ما خدتهاش ليه وتبنتها؟ آه، عشان كده بقى بتقول عنده حق. لا أنا ما أقصدش يا ليلى، بس طبعا مش ممكن هقعد اقول له بقى موضوع الحاره وليه ما تبنتهاش والكلام ده كله. نفسي اشوفها مره وياخدها تاني. انا حاول الاقيك حل يا ليلى، بس عاوزك بقى كده تقومي تفرفشي تروقي تحكي زي زمان. يلا قومي البسي بقى عشان ننزل. انا عايز اعرف انت ازاي جات لك الجرأه تيجي الحاره وتطلع لحد هنا؟ احنا كده يا طارق قاعدين لوحدنا. نعم لوحدنا؟ ايه احنا قاعدين في الصحراء ولا ايه؟ طب انا عايز التخين بس في الحاره يطلع يقول لي ايه اللي طلعك لوحده في الحاره. انا كنت كبرتها وعملتها مشكله، انت عارفه ليه؟ عشان يجبرني واتجوزك يا جميل. ايوه اضحكي كده، شوف الضحكه بتبقى حلوه ازاي. يلا قومي البسي بقى وهسبقك على القهوه. ماشي. كل سنة وانت طيب يا سعادة البيت. كل سنة وانت طيب بقى، نفعني انا عندي 6 عيال. كل سنة وانت طيب. خد يا ست. ايه ده؟ جنيه؟ خليهولك الله الغني. الله 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 الله، ليكوا حق، ما انتوا شبعتوا. الولاية مش عاجبها الجنيه يا سيدي. الدنيا رايحة على فين يا ناس؟ وانت بالصحة والسلامة يا سيدي. السلام عليكم، كل سنة وانتوا طيبين. علبة بقى، علبة بقى، نفعوني ربنا يكرمك. بص بقى يا فتحي، دول للولايه متهانه،
الست دي غلبانة وبتصعب عليا وبنتها مجننة، تمام كده؟ ماشي يا أختي. أما دول بقى لولية كده على قد حالها في السوق، عندها واد مكسح وبتجري عليه. كتر خيرك، ربنا يقدرك على فعل الخير. أهو بناخد من اللي معاهم عشان ندي اللي معهمش. اسكت، مش قابلت سعيد النهارده؟ قال ايه؟ كان عايز يديني جنيه. خدت منه؟ لا طبعا، رميته في وشه. يا ما نفسي يا فتحي، نفسي ومنى عيني اشتري بيت ابويا وابني دور لينا ودور للعيال. هيحصل هيحصل ان شاء الله، ما تستعجليش. هو بيشرب حشيش وابنه بيشرب حشيش، هيجيب منين؟ إيه؟ لازم يبيع البيت. اه بس ده عينادي وممكن ما يبيعلناش. هيبيع لما نحط له الفلوس قدام عينيه، هيوافق. بس انت تصبري عليه شويه لما يتزنك. يا ريت يا فتحي. طب ده انا ساعتها قد بحاج لقصاد باب البيت. عايزين نلم نفسنا، ما حدش واخد باله، موضوع المعاش مدارينا. سيبها بقى على الله، هو بتاع التدابير كلها. ونعم بالله. اعمل لك شاي بحليب من عينك. اتفضل يا استاذ بطاقه. هات بطاقتك يلا. اه حاضر. ما تخلص يالا. ايه يابا. ايه جاتك القرف دي؟ شكل بطاقه دي؟ مش هي دي البطاقه يابا، دي الصوره. طبعا صوره مهريه من قعدتك على الرصيف مع الصيع. خدها يا استاذ بقى. معلش مفيش مشكله. انت عايز تكتب البيع بكام يا اسطى؟ اي مبلغ وانا هدفع حاجه. دي عيال هتورث على الجهاز. يعني نقول 20,000 جنيه للبيت و10,000 جنيه للمحل. يا عم قول اللي تقوله. ماشي. طب يابا انا همشي. انا ما تقعد يالا، متصرب على ايه؟ مش لما تمضي. ماشي استنى، انا خلاص خلص. امضي هنا. لا مش فوق هنا. اتفضل يا اسطى. اي خدمه تانية؟ شاكرين يا متر. نبقى نسجله بقى ونعمله صحة ونفاس. انا تحت امرك في اي وقت يا اسطى. ربنا يخليك يا متر. سلام عليكم. الف سلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. ماشي انا همشي برضه. خد يالا، خد تعال. اه بص يا جمال، ده عقد بيع البيت والورشة على حياة عيني، مش هتشوفهم تاني غير لما اموت، تحطهم في عين التخين. فاهم؟ فاهم يابا. فاهم. فاهم ايه يا كبلة؟ فاهم ايه؟ مفيش بعد الشر عليك يابا. مفيش تشكر يابا. بعد الشر عليك يابا. تشكر. طيب خلاص خلاص خلاص. يلا يا اخويا، متصارب على الصيع بتوعك. ماشي. يلا مع السلامة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شيء مهم جدا انك تخلص النية لوجه الله تعالى، والنية محلها ايه؟ محلها القلب، مش كده ولا ايه؟ والنية هي القصد، بمعنى انه لو كان قصدك خير فنيتك بإذن الله نية طيبة وسليمة، اذا كان قصدك والعياذ بالله شر فنيتك والعياذ بالله شريرة وخبيثة. واحنا بنقول على طول وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما له. لدينا السوقين. سألني أخ من شوية وقال لي أنا عملت شيء بقصد خير لكن كانت نتيجته شر وضرر لناس كتير. قلت له لا استنى أقف عندك بقى. يعني إيه تعمل خير ويبقى نتيجته ضرر وشر؟ بتحصل. آه بتحصل. ويقول الحق سبحانه وتعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني إيه؟ يعني هضرب لكم مثل. واحد مثلا بنى بيت، ها، عشان يسكن فيه شوية ناس مثلا أيتام أو مساكين أو غلابة، إنما بنى البيت ده أي كلام على أسس غير سليمة. هو بناه بنية طيبة إنه يسكن فيه الغلابة، ها، مش ده كان قصده؟ النتيجة ان ايه؟ ان البيت ده بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ممكن يقع فوق رؤوسهم، يقع فوق اليتامى والمساكين والغلابة دول. فإن النتيجة ايه؟ ضرر وأذى. يبقى الكلام ده مش مظبوط. يبقى خير نتيجته شر. يسلم فمك يا شيخ. مظبوطة، لأنه بنى البيت على أسس غير سليمة. أهم حاجة بقى في الموضوع ده يا إخوانا، انك انت لو كنت عارف ان ده غلط وفعلا بتعمله، يعني عارف ان ده نتيجته اذى وضرر وبتعمل،
ها؟ والشاعر قال إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فتلك مصيبة أعظم. أذكر الله، قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. يلا واحد الله وراح فاصل كده وأنا قاعد مستنيك، بس تعالى لي بسرعة. البطاطين دي لازم نطلع لنا منها بمصلحة. أمال يا معلم، ندفي الناس بالبطاطين ونتدفى احنا بالفلوس. بس بالراحة يعني من غير ما نتهرش. في حد قاعد جوه؟ تلاقيه سعيد وبلبل والشلة بيحششوا شاريين دماغهم، الصبح يكسبوا وبالليل يضيعوا اللي كسبوه في الحشيش. عشان كده ده بلال عايزين نقفش في اللي اسمه حمزة ده، هيطلعنا لفوق. يا ليت يا حفظي، انا نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيني سبت بيت ابويا وبقى عندي حته شقه محندقه كده نتلم فيها انا ومراتي. طب دي سهله، الدور والباقي عليا انا، شلت الهم بدري بعد ما ابويا اتسلك ومات. معلش بس انت قدها يا حفظي. كان مدلعني يا بلال، معلش بتاع المرمطه دي، عشان كده عايز حاجه سريعه عشان نقب من الفقر. هتحصل. اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلي انا سامعك. انا حلمت حلم غريب شويه. حلم غريب؟ خير ان شاء الله، قولي. حلمت ان انا شايف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. خير ده خير كتير قوي يا بنتي. الشيطان لا ياتي في هيئه الرسول ابدا. بس ما كلمنيش وما رضيش يبص لي. لا حول ولا قوه الا بالله. قولي لي يا بنتي، انت بتصلي؟ لا يعني ساعات مش مداومه. شفتي بقى اهي بالت اهي. لا لازم تحافظي على صلاتك وعلى صلتك بالله سبحانه وتعالى، وتداومي على اداء الفروض كلها يرضى عنك الله ورسوله. وكده للاسف يا احبابي وصلنا الى نهايه حلقه اليوم، والى لقاء اخر باذن الله. أترككم في رعاية الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. الله الله يا أستاذ، بجد كلامك بيخش القلب على طول. الله يخليك يا بنتي. بنتك ده إيه؟ أنت عايز تكبر نفسك وخلاص؟ ده أنت حتى شكلك لسه صغير. أنا أحب أعرفك بنفسي، أنا إيمان المعدة بتاعة البرنامج، ونفسي أقعد مع حضرتك ساعة واحدة قبل ما تطلع على الهوا عشان تقرأ لنا كاتباه. بصراحة كده نفسي تقرأ اللي أنا كاتباه. خلاص يا إيمان، أوعدك إن حاجي بدري عشان أقرأ اللي أنت كاتباه إن شاء الله. تبارى بيتر منين يا نيو؟ آخر قتيل. تعبانة أوي يا بيتر، ما تسيبنيش يا صاحبي. أعمل لك إيه؟ أنت اللي لوزك عيلي. ده أنا حتى بعت التلفزيون لحيلتنا، ده أنا أبويا لو عرف هيشعلطني. ما تروح يا بيتا لأبوك ولا تشوف أي حاجة يا بيتا، وأنا صاحبك يعني. أبويا إيه يا عم؟ أنت عارف أبويا إيدك والأمر منه، ما تروح لأبوك أنت يا عم وظبط. بيتا دماغي. دماغي دي خلاص هتنفجر. بقول لك إيه، قبل ما تنفجر وتطرطش علينا كده، ما تروح لعمتك سناء، ما الدنيا مش ظابطة معاها اليومين دول. دي ما هتصدق تفتن لأبويا وتفضحني. مش أنت قلت إن أبوك كاتب البيت باسمك؟ والولاية عمتي هتموت وتشتريه. طب ما هي باينه اهي يا نيف، روح لعمتك وبيع لها البيت وظبطنا بقى. ما انا لو اعرف بس ابويا عين العقود فين وربنا كنت بعت امه في ثانيه. انا مش عارف انت مقفلها ليه، ما هي باينه اخيرا ابوك حاطط العقود في البيت، روح البيت والشقلب جوه هتلاقيها. بقول لك يا زميلي، انت هتغطيني، انت هتروح لابويا في الورشه وتشقر عليه. ابوك ايه ورشه ايه يا نغوه؟ ابوك لو شافني هيلطشني. اسمع مني يا بيتا، انا برضك هشد لغايه بيتنا وامن وانا داخل، لو حصل اي حاجه ادعي لها صاحبي. ماشي يا نغوه، ادعي لها صاحبي. ربنا يفتحها عليك يا نغوه، علينا وعلى كل الناس اللي حوالينا. ربنا معاك يا ورشه. يابا انا جيت يا بابا. يا
اهو جبت الجنبها في الاوضه. اصل يا بنتي بنروح مع بعض. بس ما تروحوش وناموا، انتوا مهددين من الغسيل. أنا تعبت قوي من الغسلة دي يا صفية. ومن سمعك حاسة إن قلبي هيقع في سعدية. صباح يا قلبي، مدوخينها في الوزارة لغاية دلوقت، ما ادوهاش الموافقة. لا ولسه، ده بعد الموافقة يقول لك يستنوا الدور لما يفضى سرير. وماله يا أختي ما تستني؟ أنت وراكي حاجة يعني؟ نفسي اشوف ابني قبل ما اموت. يا اختي عليكي هتهري وتمكت في نفسها بقى. يا اختي الواد زمانه بلعلت مع نسوان الخواجات البيت، ولا دريان ولا دريان بيكي. يا اختي ينزل يشوفني وبعدين يبقى يرجع يسافر تاني وانا مش امي. ربنا معايا، ربنا العالم بحاله. يا اختي حلو ايه يا صفية، ده عيال قلبها حجر بعيد عني. صدقي الحكيمة كان عندها حق يا بنت، احنا ملناش وقعد مع بعض. طول ما احنا جنب بعض كده هنفضل نرغي. يا اختي نرغي ونقول اللي نفسنا فيه، هو الكلام كمان هيستكتروه علينا؟ عارفه سعدية احنا هنموت يا بنت جنب بعض واحنا بنرغي. بعد الشر علينا بعد عمر طويل، احنا لسه شباب. لسه ايه؟ شباب يا وليه. حن عليا، حن عليا وبين المستخب، حن عليا وبين المستخب. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب انا صرفت كل اللي حلت يا رب. طب اعمل ايه؟ خرج الامانه بقى، خرج الامانه، خرج المستخب، خرج اي حاجه يا رب. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب خرج اي حاجه، اي حاجه. قفل تليفونك ليه؟ قفل تليفونك ليه؟ أنا جبت لك الزبق الزفت الأحمر، طلبت الزبق جبت لك الزبق، أنت فين؟ استغفر الله العظيم يا رب. أعمل إيه؟ قفل التليفون، أكلم نبيل. سهل البصمات بقى زي ده. أهلا يا حبيبي، عامل ايه؟ عامل لي ايه؟ انت فين يا عم؟ حد سمع صوتك؟ انا برضه اتغيرت ولا انت؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. وبعدين انا مش عارف مالك اليومين دول، في ايه؟ مورنا كويس. بقول لك يا نبيل، انت فاكر الراجل بتاع الاسرار اللي انا قابلته عندك؟ اه فاكره. عايز منه ايه الراجل ده؟ ما هو متنيل قافل تليفونه. اه انا عايز ضروري، انا عايز ضروري يا نبيل، عايز ضروري. يخرب بيتك ده نصاب.